Mo Aldosari Productions. The Talk Show. قبل أدخل الضيفة معنا على الهواء ودي أقول كلام في حقها. الكلام دي يعني أنا أتذكر أول ما عرفت مسموني أو إيمان العامر مسموني. أنا عرفتها مسموني أول ما عرفتها، عقب عرفت أنها هي إيمان العامر. مسموني كانت مغنية راب في سنة 2011، ابتدت تغني وقلت أوه ما شاء الله، أوه يعني ما شاء الله بنية بحرينية تغني راب والله شيء زين يعني، وشيء مو بسهل. فكنت وايد مهتم إنه أوه يعني شيء وايد حلو يعني. فأذكر حتى كنا نبي نغني أغنية فيت، وأنا أردي ديش الفترة وقفت الأغاني وما صار نصيب، بس إن شاء الله الأيام القادمة، بس ما أعتقد أرجع أغني ما يندرى. على العموم من 2011 مغنية راب استمرت إلى الآن، وآخر فترة مو بس صارت تغني راب، صارت مغنية رسمياً، مغنية يعني خليجية تغني بالستايل العادي المتعارف عليه، الستايل العربي يعني مو شرطات، بس بعد تغني راب، تغني راب بس إنه الحين صار خلاص بعد تغني أغاني عادية يعني أغاني عامة، وصار عندها يعني هاي الشيء المفرح اللي نبي نسولف فيه يعني من وين لوين ما شاء الله. يعني الاستمرارية 9 سنوات مو سهلة، فيها تحديات، فيها خبرة، فيها نجاحات، ممكن فيها فشل، فيها انجازات، فيها غيرها، بس اللي وصلت الحين شيء وايد حلو وما توقعته. أنا شخصيا أنا توقعت ممكن مسموني تغني سنة سنتين ثلاث، ممكن الضغوطات والتحديات اللي بتواجهها ممكن تخليها ما تستمر، بس استمرت وحققت نجاحات أنا ممكن ما كنت متصورها شخصيا، ممكن في غيري لا، وهاي الشيء وايد حلو لما واحد يفوق توقعاتك. هي موهوبة، موهوبة من أول ما سمعتها تغني، بس إنه ما أعرف يعني ما كنت متوقع إنه راح تستمر، لأنه صعب للأمانة. أحس إنه صعب بنية خليجية أو خلينا نقول يعني عربية ممكن أوكي، بس إنه خليجية خصوصا تبتدي غناء راب، يعني مو بس غناء عادي، خصوصا غناء راب مو بسهلة، واير بتلاقي رفض في المجتمع، واير ممكن تلاقي تنمر أو غيره أو ازعاج بعد للأسف. يعني في النهاية هذه فن وهذه أسلوب من الفن وعلى ما تقدمه يعني. فأنا فرحان 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 للمستوى. الحين مسموني عندها حفلات خاصة، حجوزات، عندها مدير أعمال، حفلات عليها تذاكر، شيء حلو يعني. من واحدة كانت تنزل أغاني في منتريات وفي الانترنت وكذي، الى لا يعني فنانه رسميا نقدر نقول. واخر فتره شفت لها فيديو بعد هي في الكورال اعتقد، حق حفله من حفلات بلقيس، الفنانه بلقيس، تحيه للفنانه بلقيس. فشيء حلو، شيء انا بالنسبه لي ابى اتكلم عنه اليوم، ان هالنقله هذه من في 9 سنوات توصل ايمان العامر مسموني الى هاي المستوى. انا يعني أبى أتكلم عن الموضوع، أبى أعرف شلون وشلو الرحلة هذه. فرحبوا معاي بضيفتنا مسموني إيمان العامر، موجودة معاي على الخط. حيا الله مسموني. الله يحييك. يا هلا يا هلا ومرحبا فنانتنا القديرة. هلا والله. حيا الله مسموني إيمان العامر، حيا الله في The Talk Show with Mo. صراحة سعيد انك طلعتي معاي في البرنامج اليوم، ان احنا نتكلم معاك في هذه الرحلة ما شاء الله الممتدة من 9 سنوات، الحافلة بالانجازات وبالتحديات. شنو شعورك اليوم معانا؟ والله اول شيء اشكرك على هالاستضافة الحلوة. yeah. وانا اسعد يعني إن أنا أشارك كتير توك شو، وإن شاء الله يعني أكون شيء خفيف عليكم جميعاً. لا خفيف خفيف أكيد، خفيف إن شاء الله، خفيف لطيف وفني شذي روقاني. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً راح فيك وبدش عليش عرض دايركت، أنا أحب دايركت عليش عرض في الموضوع لأن أعطيت مقدمة، فلحظة ما أعطيت استفقة أنا. مسموني، ويلكم مسموني تو ذا توك شو وذ مو، ويلكم ويلكم. مشموم وزاري وطيران كل شيء، بس ما عندي مصاقر هنا للاسف. على العموم بريش ما اش عرض كذي، يعني يمكن هاي السؤال يطري على وايد ناس اللي مثلا ما عرفوك
تغني راب ممكن قبل او ما اعرفوش ان انت ما يعرفونش انت كمغنيه، خلني ايش عاد اقول او متى دخلتي مجال الغناء وشلون؟ مجال الروب دشيته 2011 في ذكرى فن نقصات. أي أو أول يعني أول تجربة غناء كانت 2011 روب 2011 أي وكان يعني طريق صدفة، يعني مو بشيء اللي أنا كنت أبدي أو شيء يعني. فحبيت الموضوع كون إنه أنا أحب الموسيقى أساساً. موسيقى إيه. فموت يعني وصلت على الموضوع يعني. بس انت يعني. انت ليه مستمره عباره تغنين راب بعد مو بس خلاص مو اعتزلتي الراب يعني؟ والله ما اعتزلت راب لا، ولكن يعني خاف من المجال الثاني اللي انا دخلته. المجال الثاني اللي هو الغناء يعني بشكل عام يعني اللي يعني مثلا خليجي نقدر نقول يعني. بالله بس انه ما يمنع انه لو انعرض عليك مشروع راب او مثلا شركة عرضت عليك إن مثلاً غنية فيها راب أو مو بشرط راب إنه يكون إيقاعها غربي أو شيء كذي، إن أنت حابة الشيء يعني. إيه لا ما يمنع يعني إذا كان الشغل حلو فيه ليش لا؟ يعني مو قط ما قطتي بحر يعني ما قلتي لا بس خلاص أنا. بس تحية بالدم أصلاً. فتجربة حلو. أنا صراحة يعني في شيء وايد مهم بعرفه في مسيرتك هذه ورحلتك، إحنا كلنا نعرف، خلينا نكون واقعيين، إحنا كلنا نعرف إنه صعب ان تحصل البنية الدعم زين. صدقنا احنا تطورنا والمرأة ما عادت نفس قبل وصارت تشتغل وصارت ترأس وصارت تدير بزنس وصارت، بس بعد في موضوع الفن تمثيل موديلينج غناء وشذي في هناك اسر تتحفظ، في هناك اسر تدعم، في ناس في اسر تتفهم في حتى يعني، بس ان القصد ان يعني نادر ذي الشيء يعني نادر، خصوصا في المجتمعات الخليجية أنا أتكلم، إن نادر ما يسوون سبورت خصوصا حق أغاني أو موديلينج أو هالسوالف يعني من هالنوع. فأحن أنت كمغنية شلون كانت ردود فعل الأهل والربع؟ هل داعمين؟ هل مثلا لا كانوا متخوفين أو كانوا يقولون ممكن لا هاي فترة هي يعني حابة الشيء يمكن بعدين بتكبر وبتهد الشيء ذي؟ هو شوف أهلي، خلينا نقول أهلي هم الدعم الأول لي ما شاء الله من بدايتي حق مجال الموسيقى بشكل عام. وايد حلو وايد حلو هالشيء. طيب يعني أهم شيء دعم الأهل. إيه أي فيمكن دعم الأهل لي بعد خلوني إن تكون عندي ثقة أكبر إن أنا أواصل. والله شيء حلو إذا يكون أهلك هم اللي دعمينك كون ثقتك أكثر إنك تتواصل على هالشيء، ما تتسم، ما تسمع كلام أحد، أو إنه أوفيسات خلاص لا، عندي أنا باك أب قوي عرفت؟ أكيد أكيد الأهل هم الداعم الأول لأنه هو يبتدي معاهم كل شيء، إذا الأهل مبدعمين لأن الأهل أنت يعني معاهم في البيت تشوفينهم أكثر ناس ممكن من باقي الناس، إذا ذيلا مبدعمين بالعكس يأثر على النفسية يعني يأثر على نفسية صحيح. الشخص يعني. فا والله شيء طيب يعني إذا الأهل داعمين زين. شلون الأصدقاء؟ شنو الربع؟ الأصدقاء نفس الموضوع بعد داعمين يعني ما شاء الله. إي يعني أقدر مثلاً أستشيرهم مثلاً أنا بنسوي شيء أنا بنزل شيء يعطوني رأيهم يعني. وهل الربع ذيلا نفسهم اللي أول ما ابتديتي لازالوا معاك؟ في منهم إيه. وبالعكس يعني تعتبرينهم انهم جزء من رحلتك هذه يعني هل يعني اكيد والله شيء حلو يعني. انت عندك مستشارين طبعا اصدقاء صايرين كذي ها هم مستشارين ضروري لازم فتحيه لكل اصدقائك واهلك اللي يدعمونك مسموني يعني هاي شيء طيب. وبالعكس هذه ثمره دعمكم في ايمان هي وصلت لهاي المستوى وان شاء الله نتمنى لها انها توصل للاعلى. بنروح السؤال الثالث يا مسموني. مثل ما قلت مساعة ان من الصعب ان البنية الخليجية يعني تختار مجال الغناء زين وتبني لها وتبني في مستقبل حق روحها زين. يعني شنو التحديات اللي مريتي فيها في اختيار هاي الشيء انه يكون خلاص يعني هاي كشغل يعني كمجال كارير يعني؟ شوف اخوي محمد، هاي المجال او اي مجال
اوكي لازم تحاسوا فيه صعوبات او شيء شيء خصوصا المجال اللي احنا فيه سواء كان بنيه او صبي خلينا تحاسوا فيه دعم قليل اوكي قليل صعب. الدعم ايه نقول صعب ان الدعم في هاي المجال الفن صعب خصوصا في البدايات يعني ممكن اي مو ايه اوكي في ناس حتى سنين قاعد يغنون مو يحصلون دعم دعم فهاي تحدي عود لي انا بحيث ان انا اثبت نفسي في هالمجال وما احتاج ان احد يدعمني او ان انطر احد يسوي لي او زي فهذا بالنسبه لي كان ان تحدي حق نفسي ان انا اثبت حق ناس ان ترى انا عندي موهبه هاي التحدي لكن انت من غير دعم تبين تثبتين نفسك يعني انت تدعمين نفسك بنفسك والناس اللي حولك قاعد يدعمونك يعني ف يعني فشي طيب يعني هذا انت خذتي التحدي يعني هل التحدي دي يعني قواك ولا يعني حسيت ان هاي التحدي خلى شخصيتك اقوى يعني خصوصا في المجال هو في مرات الانسان يمر بلحظه ضعف نعم نتحس الدنيا صايكت لكن هاي الضعف اللي أنا بيني ثانيا بتلاقيني أقوى من اليوم اللي قبله أي فما أخلي هاي الشيء إنه يوقفني أو يطيحني لا بالعكس يوم عن يوم أصير أقوى سواء أكثر يعني سواء في داعم ولا ما في داعم أنت مستمرة إن شاء الله نقدر نقول يعني إن شاء الله إن شاء الله أنت مستمرة يعني المعنوية موجودة في داعم ولا بس أكيد مع الدعم أحسن هو أفضل إيه أكيد. بس إنه أريح ما سوى واحد يحط ريل على ريل ويقول يلا خلي يعني عادل لا حلوة ذي الريل صدق ما يصير هو المشكلة أغلبية الناس كذي يبون يحطون ريل على ريل وكل شيء يهم يبون يحطون ريل على ريل يبون يضعفون مثلا بدل يروحون الجيم يحطون ريل على ريل يبون هو داري إن الحين كل شيء قاعد يجيش حتى ما يحتاج تروح تسوي شوبينج كل شيء قاعد يجيش البيت أكل ثياب فالواحد تعاول على القاعدة بس إلا الدعم ما بيجيك وأنت قاعد صح. كل شيء بيجيك وأنت قاعد ممكن هالأيام بس الدعم لازم التحرك ما تقدر تحط عريل عريل بكل شيء بيجيك ف والله شيء طيب يعني يعطيك العافية على الاستمرارية سواء في وجود الدعم ومن غير وجوده وإن شاء الله دائما يكون موجود الدعم إحنا ما نتمنى إنه ما وبالعكس أنا أشوف الدعم موجود وايد موجود والأهم والمهم اللي هو من الأهل من الربع وإن شاء الله مع شركات الإنتاج وغيرها والسبونسرز أتمنى إنه يدعمونك أكثر لأن تستاهلين وإن شاء الله ما نسمع بس سينجل لك يعني إن شاء الله نسمع مثلا ألبوم إن شاء الله قريب يعني بإذن الله في شيء ألبوم شيء نقدر نعلن عنه والله أوكي زين أنا سؤال الحين بما أنتي أنتي الحين مثلاً كنتي في البداية مغنية راب حلو زين وحين صرتي تغنين أغاني خليجية بس لازلتي تغنين راب بس إنه هل لازال جمهورك اللي كان يسمعك أيام أغاني الراب وهو لي حين بعد جمهورك لما غنيتي أغاني خليجية والله هاي جمهور وهاي جمهور وصار عندك مثلاً جمهورين لازم تغنين شيء حق ذيلاً شيء حق ذيلاً كذي يعني شو بقول لك أنا اكتسبت جمهور جديد من المجال الأغاني العادية وكذي الأغاني العادية يعني يعني الأغاني الخليجية الأغاني السوق خلينا نقول أغاني السوق إي مثل ما يقولون يعني أغاني للأغلبية لأن من نفس الثقافة يعني مو شيء غربي يعني إي اكتسبت لله الحمد يعني ولكن الجمهور اللي كانوا يسمعون للراب إي يعني اللي أشوف إن لازالوا موجودين لازالوا يتابعون لازالوا ينطرون حابين الموضوع داعمين الموضوع إيه فأنا يعني دائما أقول حق رابع الكذي أقول يعني هم اللي شايليني يعني هم اللي شايلوني في البداية هاي الفئة هم اللي خلوني إن أنا أواصل أكثر هم اللي خلوني إن أنا أتقدم أكثر وتوصلين لهالمستوى يعني إيه فأنا ما أنكر جمهور الراب يعني أشكرهم على وصفتهم معي وفهمهم لي هاي طيب شكر على الهواء في برنامج The Talk Show مو حق جمهور مسموني يعني للأمانة يعني لا هي مستمرة من غير أي دعم بس دعمكم مهم يعني هاي لاحس أنا أن أنتوا بدعمكم لها متابعتكم لأعمالها
الكلام المعنوي اللي تعطونها اياه انتظاركم حق الاعمال الجديده هاي مخليها تستمر تستمر وبتعطي ان شاء الله اكثر واكثر مما اعطت في هاي 9 سنين. مسموني فيش في شيء يعني ها مندي احد الشركات جايب لي شيء شكله لا زين ما انا بس دعايات مجانا زين على أبوه. المهم فكمل الشو زين. اهو شكلي شيء دحين. لا هاي الظهر انا طالب من شو اسمه طالب شيء وصلني. شفتي غلاس كل شيء هيك تحط عريل عريل تسوي كل شيء هيك بس هي ساعات في حزات غلط متاخر 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 جماعه تشوفوه في الشو جاي متاخر قاعد يتصل لا تخرب علي الشو يلا خلنا نكمل الأسئلة مع مسموني زين. هل أنا عندي سؤال صدق يعني خلينا نقول شو إحنا في المجتمعات الغربية زين في المجتمعات الغربية زين المشاهير عندهم بوديغارد عندهم هالسوالف عندهم حماية أمنية يعني ويدفعون بعد حق شركات الأمنية إنها مثلا تسوي لهم مراسم تبعد الناس عنهم غيره دي بس يعانون من موضوع انه مثلا الصحافة ساعات انه يعني تقعد تصور طلع اشاعات غيره يعني اوكي تقريبا تقولين حامين روحهم من اي تعدي مثلا جسدي ولا غيره ولا شيء يعني شيء يأذيهم فيزيكلي بس انه ما 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 قدروا انه يشردون من الصحافة من الإعلام إنه إذا يبي يطلع عليهم إشاعات أو يترصدهم فيحسوا ساعات بنوع من ضيج يعني يضيق خلقه فكل ما يبي يطلع ساعات بعضهم يصيدهم اكتئاب ساعات بعضهم ضيق غيره فإحنا مثلا خلينا نقول في المجتمعات الخليجية الفنان يعني تلاقينا حال باقي الناس يعني يمشي عادي حتى لو عنده جمهور ملايين يمشي يعني إحنا نقول بعد في المجتمعات الخليجية عندنا أمان أكثر للأمانة زين بس التنمر موجود في كل المجتمعات حلو يعني والمتنمر عليه مو بشرط يكون واحد عادي او شخص ضعيف يعني يعني ممكن يكون مشهور والمشهور وايد يحصل يعني ازعاج صراحه ساعات يعني في خصوصا في السوشيال ميديا انا قاعد في البيت وعندي اكاونتك اطيح فيك مثلا احبط فيك وفي ناس بعد تسب وغيره ويعطيهم العافيه من بعد ما صار فيه هناك يعني رقابه على الجرائم الالكترونيه لا صارت هاي الموضوع صار فيه كنترول اكثر بس بعد يعني مثلا خلينا نقول الواحد مثلا مشهور يمشي في مجمع عادي واحد يقول له اول حبيب يعني يطنز عليه والله شيء والله ذي هل واجهت شيء نوع من المواقف التنمر حق مال المشاهير وهل اثرت فيك او هل يعني شنو اثرها عليك هل مريتي اول شيء بهاي المواقف خصوصا كونك بنيه يعني ومشهوره وصغيره يعني شغلك يعني واكيد تروحين اماكن عامه يعني تطلعين مجمعات غيره وذي هل واجهتي من هالنوع يعني مثلا من انواع الازعاج يعني هو في الحياة الواقعية كتنمر ما واجه تنمر بالعكس يعني الناس حطت لي احترام يعني في بيشوفوني أو شيء يعني احترام ولكن أي أما في السوشيال ميديا بعد لا حول ولا قوة يعني لا في السوشيال ميديا يعني في 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 في, في, في الأماكن العامة في احترام أي لا بس يعني أنا ما أعطيهم أهمية في السوشيال ميديا لأن يعني مو يعني خلينا كلهم تقريبا اللي يجون يتنمرون كلهم من فيك اكاونت فيك اكاونت يعني اي يعني انت ما عندك شخصيه لو انت عندك شخصيه بتكتب شخصيتك بتقول هالكلام سويني انت حال في الشخصيه يدش يسوي له يعني مثلا هو عادي واحد ممكن يتابعك بس ما يبي يقول كلام مثلا ما بقول بس واحد ممكن واحد أو واحدة تتابعك أو يتابعك ما يبي بأكاونته مثلا يغلط عليك أو شيء فيروح يسوي فيك اكاونت يقول اسمه وعادة يكون عنده عقدة يعني ذي الشخص عقدة نفسية بالله. مثلا فيبي يفرق هاي العقدة على مثلا مسموني ليش هي عندها أنا ما عندي ليش هي وصلت أنا ما وصلت وش فيها ذي مثلا زين أروح أنا أسوي في فيك أكاونت وقعد أطلع اللي في خاطري ذي كله زين في النهاية بس هل هاي الأشياء أنت تقرين الكومنتات
تقرين الكومنتات؟ لا لا ما فيهم أي أهمية. تقرين الكومنتات طبعا الزينة اللي في حتى مثلا اللي فيها انتقاد يعني تقرينها بس إن من باب إنك تشوفين الانتقاد البناء دي بس هاي ما تعطينها اعتبار اللي أشياء كذي تنازة وتحسين إن فيها تنمر دي ما يعني ما 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 تحط لها أي أهمية أو يكون لها أثر نفسي يعني لا والله كفو والله كفو والله كفو والله كفو صفقت وياه ترى شيء يعني شيء مو بسهل إن الواحد إن يعني يقرا هاي الكومنتات وما يتفاعل يعني هذه دليل على قوه الشخصيه اللي عندك واكيد ان عندك حصانه وعندك ثقه في النفس انك انت ما تعطين اهتمام حق هذه الامور زين ف يعني هاي شيء طيب في ناس انا عارف يعني وايد يقرون الكومنتات ولا يردون يروح يرد لما واحد مثلا يعلق يطنز ولا غيره شيء يروح يرد عليه شيء كانت ايش ليش يعني ليش انت ساعات ارد انا ما بقول انه اي مره ترديل عليهم بس مو بالرد اللي اوف اني حاره عليه لا ارد عليه رد انك ضحك انه يعني تاخذينها بروح رياضيه اي يعني مو باللي شات قال لي كذي لا بسوي شيء زين شو تقولين حق الناس اللي كذي يعني الناس اللي كتبوا شو يعني وجه لهم كلمه من خلال الشو يعني شو تقولين لهم الله يشفيكم الشفاء العاجل ان شاء الله الله يشفيكم الشفاء العاجل ان شاء الله امين يلا يمكن يكتب امين الحين يمكن يكتب امين ان شاء الله طبعا احنا لايف حاليا في الانستغرام وحاليا يمكن ناس يشوفونا اللي فاتهم الانستغرام بيشوفونا في اليوتيوب فامين الله يشفي الناس قل خيرا احنا ندعم حملة قل خيرا نعم قل خيرا وترك عنك وصير حليو تحية حق يوسف حسن على هاشتاج خليك حليوي خليك حليو ويصيدهم مقالات بعدها زين خلي عندنا سؤال ثاني انا ذبحني اتصالات دي خلاص يبا اخوي انا على الشو انا مش عارف تكتروها تكتروها انا قاعد اتصل لا موهقني يعني موهقني انا الحين وياش على الخط انا في اللقاء لا تتصل حتى تصل لا تتصل زين زين في سؤال مثلا عن ال هل 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 يعني الغناء بالنسبة لك هو هواية والله حين خلاص يعني مصدر رزق وشغل وتشوفين لك مستقبل فيه يعني هو شوف الغناء أنا شيء أحبه زين ومع الأيام صار لي مدخول من هاي كده أنا أحبه أي صار ولكن أنا مو مستمتع على هالمدخول اللي قاعديني منه يعني أنا قلت لك حبا في هالمجال انت مو انت متفارقه تماما حق هاي المجال والله لا يعني مثلا تشتغلين ونفس الوقت هاي شغل جانبي يعني لا انا متفارقه كليا حق هالمجال يعني انا مخليه حياتي كلها حق هالمجال يعني انت محترفه انت مغنيه محترفه يعني مو ان هاي هوايه يعني جانبيه انت مثلا تشتغلين في مكان معين وتستلمين راتب وتغنين نفس الوقت ان هاي كمدخول اضافي لا انت متفارقه وهاي المدخول مثلا نقدر نقول ايه يعني هاي المدخول الرئيسي يعني ان هاي مصدر رزقش مثل ما نقول هاي ترى شيء زين وهاي تحدي ترى انه يعني ان الواحد يكون مصدر رزقه شيء هو شغوف فيه يعني شيء زين ترى يعني مو شيء مو زين معاي موني ترى انت اول شخص يقول لي ترى هو شيء زين لا انا اقول شيء زين اذا انت بلزم انه شيء زين لا أنا أقول لك إنه شيء زين تبي الصراحة أنا عن نفسي إذا الواحد يقدر يعني شو أنا ما عشانه مو مشكلة الوظيفة هي يعني يعتمد على ظروف الشخص زين بس كل ميسر لما خلق له يعني الشخص طول ما هو قادر إنه هو يشتغل في شغلة هو يحبها كل الاستعدادات موجودة الفرصة موجودة هاي مهم زين وقاعد يدخل مدخول ما يكفيه أنا ما أدعم الشخص اللي مثلا يروح يشتغل شغلة هو يحبها وشغوف فيها بس هو متلته
في حياته المعيشية والاجتماعية يعني في حياته صحيح. إيه ما يصير له هاي هاي قص على روحه، بس إنه إذا شخص مقتدر وقاعد يسوي شيء هو يحبه حتى لو مو وظيفة اعتيادية، يعني إنه موظف في مكان معين سواء كان أحد القطاعين يعني إنه لا يعني أنا يعني بالعكس، وإحنا في عصر متغير يحتاج إلى يعني الوظائف التقليدية، بعد في ناس متنبئين مستقبلين يقول ايش في احتمال انها تتقلص، يعني في وظائف راح يستغنون عنها وراح التكنولوجيا تقوم فيها يعني فالقصد انه يعني اذا واحد يشتغل في شغله هو يحبها زين هالشيء زين انا ادعم، واذا هو قاعد يدخل ما يكفيه ما يعيشه يعني هاي شيء زين حتى لو بالشيء البسيط في البداية، بس انه كل ما ركز وكل ما خطط راح ينمو ذي الشيء يعني وأكيد وغادي إذا أنت حب الشغل دي أنت بتبدع في أكثر كم بدعش أكثر كم مدخولك كان أكثر يعني مسموني أنت تستثمرين في نفسك وفي موهبتك يعني ممكن تقول يعني استثمار ونتمنى أحد بعد يستثمر معك في هاي الموهبة وفي النهايه انت بتكون في النهايه انت بتكونين ربحانه وهو والشخص اللي استثمر معك ربحان اذا هاي الروح المعنويه اللي عندك في الاستمرار. فمن هاي الحلقه اتمنى انه يكون واضح انه اوه 9 سنين يعني ممكن في مسمون يعرفوها من اول ما طلعت تغني اغاني رسميه وطلعت في الصوره اكثر وفي حفلات وغيره ما اعرفوا مسموني لما كانت في بداياتها. بعد كنت نشيطه اتذكر سويتي لي لقاء من قبل صح؟ أي أيام كنت نشيطة ما شاء الله في المونتريات إنه مو بس أغاني حتى يعني تنزلين مواضيع وغيره وشي وأفلام وثائقية يعني كان فعلا. في شيء باشن أتذكر حتى والله الحين توا طرى علي ما شاء الله موجود دي طرى علي الموضوع مشروع وكتبطاش عليك لا أتذكر أنا صارقين يوم استضفتيني ذي شو اسمه ذي الفيديو أتذكر كنت بروح الجامعة وكنت استعيل يذي وهاللون وحطيت الفيديو أذكر مالتي حلطام تميت أقول أشياء وشذي وفيديو طويل وكان في وراء في الخلفية صوت بناني هاللون قاعد يكسرون أذكر إيطاني بنن صوتكم غربالتك في الهندسة وكنا غطيتها بموسيقى وموسيقى صوت على مصوتك بس الحمد لله كان شيء حلو كان شيء حلو يعني وأنا أحييك صراحة تجربة يعني. جميلة يعني لا أحييك صراحة يعني وبالعكس كان شيء حلو يعني وهاي دليل على نشاطك حتى يوم كنت في المتريات مو بس في الغناء اهتمامك خلاك تهتمين مو بس أن أنت كمغنية لا بعد كنت تسوين فيديوهات وثائقية ومارشنو كنت نشيطة فشيء حلو شيء طيب شيء وايد ممتاز حبيب خلاص قلت لك يا أمصمم من كريال عنديتهم زي طق الجرس طق الجرس يمكن مضايق من زين الفريق شو اسوي لا بابا لا انا على الشو اخوي اسمح لي خلاص المهم ف هاي الحلقه اسمها حلقه اتصال لو ارد اسوي دعايه احسن رعونا رسميا عشان نتصل نرد عليه ونقول له هلا الفلان الفلاني حياك زين انا عندي سؤال ثاني بعد سؤال ممكن يطري على وايد ناس مثلا مهتمين بمسيرتك الفنيه متابعينك يسمعون اغانيك ومعجبين فيك وغيره فانساتك مثل ما نقول فانساتك تحيه لفانسات ايمان جامبر تحيه هلا والله زين ف هل فكرتي تروحين ذا فويس برنامج ذا فويس للامانه شاركت كانت برنامج ذا فويس اي شاركتي ها شاركت يعني رحتي اوديشنز مالهم ودي؟ ايه الاوديشن اللي كان في مصر اللي في مصر ايه زين ويعني مصر نصيب يعني مصر نصيب ايه بس بعد يعني الحمد لله يعني مو باللي كنت اوه ذبحة لا بعد يعني تحسين بالشاركين مرة ثانية؟ ان شاء الله ليش لو بس يعني شوف روحتي هناك يعني خلتني أوسعي على أمور وايد. أكيد شفتي مغنيين إيه؟ ثانيين شفتي وإيه. الأصوات اللي هناك مو بهينة. شلون وصفي لنا شعورك يعني يوم رحتي هناك واحتكيتي في مغنيين وخلف الكواليس وكذي. يعني محمد يعني هناك الأصوات أساتذة.
زين يعني تسمع صوتهم وتقول هذا ما يحتاجون برنامج انت بس تعال وغني وخلاص. فهاي شيء يعني وترني شوي. وترت في خلف الكواليس سمعتي الاصوات حسيتي بتوتر يعني هل اثر على ادائك يعني؟ يعني زي يعني اثر على ادائك اثر يعني شو هاي مشكله زي هل تحسين انه مثلا لو انت ما سمعتيهم ولا شفتيهم ودشيتي كذي بشكل عمياني ممكن تأدين احسن ما بيكون هالتوتر؟ أي. بس يقول لك ساعات الرين انه يقول لك صحي ان الواحد يتوتر زين عشان يعطي احسن. انا ما كنت متوتره اه كنت عادية وأموري طيبة لن سمعت صوت يهتز من بعيد ايه شوي شو سعونا حي زي يعني يعني في شغلة يقول لك يعني في 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 هاي في علم النفس يقولون ان التوتر هاي شيء طبيعي بحيث ان الشخص يعطي يعني احسن ما عنده يكون اذا استخدم التوتر الشخص يعني التوتر ساعات ممكن يخليك تقدم أسوأ ما عندك وممكن تنسحب يعني تطلع من المسرح ولا تطلع من الشيء اللي انت تسويه واحيانا يخليك تطلع اقوى ما عندك التوتر يعني يعتمد على ذي. بس اكيد انت هل رحتي بروحك؟ هل كان في احد معاش تعرفينه كان مشارك وياك او شيء او تعرفتي على ناس هناك؟ لا بروحك. بروحك هاي ترى شيء اصعب يعني شيء اصعب ان الواحد لما يواجه شيء بروحه يحتاج احد يكون معاه داعم يعني يكون ضايع في الصوت. ايه يعني شوف المغني لما يروح مسابقه المايك شويه زعل المايك زين اغلى المغني لما يروح المغني لما يروح مسابقه نفس اللاعبين لما يروحون مباراه يعني المشجعين ياثرون على اداء اللاعبين صدق. المشكله الحين اغلب الناس صارت تقعد في 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 البيت وتطالع التلفزيون وتشوف شو اسمه بس ياثر على اللعب لما يكون جمهور هناك ويغني ويتحمس وغيره. نفس الشيء المغني يحتاج انه يكون احد معاه مو بس الجمهور يعني انت يمكن اغلب الجمهور اللي كانوا موجودين على مسرح ذا فويس يمكن ما تعرفينهم ولا يعرفونك يعني اول مره يشوفونك بس انه حلو لما يكون واحد معاك في خلف الكواليس كانه هاي الجمهور اللي في الملعب اللي يدعمك ويعطيك معنويا عشان سجل جول على طول يعني او تخلينا تحققين الفوز. فاعتقد هاي اثر لان تبي صراحه هاي اثر ترى يعني في دراسات في في دراسات كانوا يسوون تحاليل كذي بالاصوات يسوون بالكولايزر الصوت زين على يقول لك اللي صوت جمهوره تشجيعه اقوى اداء لعب الفريق نفسه يكون اقوى من الفريق الثاني اللي جمهوره ما قاعد يشجع عدل نوع يحطون كلايزر نفس مستوى تردد الصوت شذي مسويين نوع الدراسه. انا مو مهتم في الرياضه وايد بس وايد يعني اصلا مو مهتم بتاتا يعني اعرف شيء بسيط بس هاي الدراسه شدتني وايد يعني موضوع موضوع الجمهور ايه موضوع الجمهور. بس يا الحبيب ذبحتنا يا الحبيب بس زين انت ما اعطى رقمي يا حي تسمون لي ابو شو معنا على الهواء لان هاي الرقم تغير يلا نسوي ميرج كول زين يعني اثر على ادائك اثر على ادائك ان ما كان في احد معك يعني ممكن ممكن او ان يعني قوة صوتهم أهما قوة مشاركين الناس يعني حسيتي إن ما تقدرين توصلين المستوى اللي هم مثلاً أو ما لا أنا حسيت روحي إنه أنا نحن مو مستعدة مو مستعدة نفس ما هم مستعدين أي فهاي أعطاني خوف إنه أنا أروح أتعلم أكثر أطور من نفسي أكثر. أنا شوفي أنا بتمنى من هالبرنامج وهالمايك اللطيف اللي قاعد استضيف فيه ناس يعني حاب نستضيفهم واتكلم معاهم في تجربتهم وبالعكس احب ان انا اكون من الاشخاص اللي يعطيهم دافع للاستمرار احب اكون مقدر لجهود هاي يعني الناس اللي انت واحده منهم. انا اتمنى ان انت تروحين ذا فويس ان شاء الله مستقبلا مو كمشاركه وديشين وديشين اتمنى باذن الله ان انت تثبتين نفسك في القناة وتروحين ك حكم جدج يعني ان شاء الله يبونك ان شاء الله كضيفه انت تحكمين على المشاركين هاي اللي اتمناه حقيقه يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان
ان شاء الله ان شاء الله. هاي شوف هاي والله والله ان شاء الله ان شاء الله ان انت يعني ان شاء الله مثل ما مثل ما انا ما توقعت اليوم ان انت توصلين لهاي المستوى ما شاء الله. مو بنا مو بس مو بنا يعني قصورا فيك، لا يعني ان حسيت ان يعني التحدي وايد عود زين، بس انت اثبتتي ان انت قد التحدي واقوى يعني واكثر ووصلتي، وهاي الشيء اللي مفرحني ومو غريبه اذا صار ذي الشيء اللي انا قاعد اقول لك اياه، ان انت يا بوك كضيفه تحكمين مثلا، وبالعكس انت اللي تقولين من الزين ومن اللي مو بزين. ممكن ما في شيء غير ممكن، في شيء غير ممكن، ما في شيء مستحيل. هل 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 لو ترجعين سنين ورا قدام هل بتشوفين نفسك نفس ما انت عليه الحين؟ هل توقعتي حاطة النظرة، بس الحين انت قاعد تعيشين هاي النظرة، يعني شو نفس ما انت لو تحطين النظرة هذه ان انت في The Voice بتكوني تحكمين، ممكن توصلينها مثل ما وصلتي حق هاي المكان اللي انت فيه يوم حطيتي هاي النظرة في حياتك؟ ممكن ممكن. فنقول ان شاء الله من الحين خلاص انت ناوية ان تروحين كجست تحكي. تحية لبرنامج The Voice، وبإذن الله نتمنى إن شاء الله أن تكون إيمان العامر سنة من السنوات القادمة إذا البرنامج كان مستمر أنها تكون حكم موجود، ومثل ما كانت مشاركة السابق ترجع إن شاء الله حكم يعني وضيف يأخذون برأيه وبنظرته الفنية وبتقييم الفني بإذن الله إن شاء الله. ما في شيء مستحيل، لا مستحيل يا إيمان. زين أنا هاشتاج ما في مستحيل. نظرة أبي نظرة. الحين أنت قلتي عندك نظرة الحين شو 9 سنين حلو، كانت عندك نظرة من 2011-12 كذي حق الحين. أنا الحين أبي نظرة من الحين حق بعدين. شنو نظرتك حق نفسك من الحين اللي بعدين؟ نظرتي أنا هو شوف، أنا حاطت لي تارجت بعدين إنه أواصل وما وقف، وإني أطور أكثر أكثر، وإن شاء الله يعني عقب هالسنين ألاقي نفسي في مسار عودة أغني يم فنانين كبار، سواء كبار من الحين أو إن فنانين بيطلعون من الحين يبدون يصعدون، فإن شاء الله. والله شيء طيب، أتمنى لك كل التوفيق صراحة. إن شاء الله والله يحقق مبتغاك ولك كذلك، ويسر أمرك ويدلك على ما فيه الخير إن شاء الله، ويسخر لك الناس اللي تدعمك ويحققون الغاية ذي اللي أنت تبي توصلينها، ويخلي عندك هذه المعنوية المستمرة في يعني تحقيق رغبتك واستثمار نفسك. يعني كلمة أخيرة مسموني، كلمة أخيرة خلاص تقولينها حق نفسك ولي في الشو، حق الناس اللي يتابعونا وحق الناس اللي بيشوفونا في يوتيوب، كلمة أخيرة منك حق كل اللي قاعد يشوفون الحلقة. أشكركم على حسن المتابعة، وإذا كان عندكم هدف أمركم لا تستسلمون أو أي شيء واصلوا، بس خلون أي كلام يحبطكم أو أنك تسلمون بشي عشان حسن نفس أو شيء، وإذا ترون أحيط عنكم يعني بس يعطيك العافية يا محمد، ومشكور على هالاستضافة الحلوة. الله يعافيك، شكرا لك. شكرا لك على هاي يعني اللقاء الجميل الخفيف اللطيف، ويعني شو أقول لك، يعني أنا أكثر من سعيد زين إن يعني استضافتك اليوم نتكلم عن هاي التجربة، يعني تجربتك هذه رحلة 9 سنين في المجال دي، وعلى وفرحان لك على كل أعيد وأكرر فرحان لك على كل اللي حققتيه في طول مشوارك، وأتمنى لك كل التوفيق. وبرنامج The Talk Show with Mo إذا كان مستمر بيكون داعم إن شاء الله حق أي عمل أنت تنزلينه جديد، لنا إن شاء الله استضافات ثانية نتكلم فيها في غنية جديدة أنت نزلتيها، بنشغل لك غنية أنت نزلتيها. شكرا لك إن أنت كنتي معانا ضيف مسموني اليوم، وضيف يعني أضاف للحلقة،
وأتمنى أن أضاف للمتابعين وعطاهم معنوية واستمرار. وإذا ما عليكم أمر في الديسكريبشن تحت راح أحط اليوتيوب شانل مالت مسموني دشوا سبسكرايب وتشوفوا الأعمال وشاركوها برأيكم ونشروا الأعمال بعد هاي الأهم والمهم واستمتعوا بأعمالها. عندها أعمال حلوة وترقبوا يريدها. كل تفاصيل حساباتها بحطها في الديسكريبشن تحت الفيديو تشيك. وكل ضيف معانا بيطلع في The Talk Show دايما بنحط أعماله في الديسكريبشن فهي خلوها روتينية. فأشكرك مسموني أنك كنتي معانا ضيفة خفيفة لطيفة. يعطيش العافية. وأنا أنا بختم معاك بغنية زين عقب ما نسك التلفون. هاي الأغنية إهداء لك بتكون زين. إهداء لك زين. يعطيش العافية مسموني. سمعيها عادها. يلا إن شاء الله. باي باي. سي يو. باي باي. سي يو. يلا. The Talk Show. The Talk Show.